منصة البيرتكس إفكس تبحث دوماً عن الأمان لمستخدميها، ولهذا السبب قمنا بتأمين استيراد الملفات الدالة عند استخدامهم من قبل VTL Script. ستظهر شاشة تطلب منك السماح لاستيراد الدالات الضرورية للسكريبت. الآن سكريبت الـ VTL يقبل التعديل على بعض خواصه. بإمكانك التعديل على خواص الـ VTL ليس فقط باستخدام محرر الـ VTL، بل أيضاً عن طريق شاشة منبثقة تحمل أهم الخواص ستظهر عند تطبيقك للسكريبت.